برنامج مبتكر يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة إذ يساعدهم على فهم عالم التواصل البشري بعد أن كانوا حرموا منه لأسباب خلقية. كل شيء في الحياة قائم على التواصل، سواء بالتواصل الحسي أو التواصل اللفظي، إلا أن فئة من البشر حرمت من أحد مقومات الحياة لأسباب خلقية، ما حدا باجتهادات علمية وطبية إلى تقديم اختراعات عدة لدمجهم في عالم التواصل البشري. الصمت الذي كان يخيم على جولس التي تستطيع السمع ولكن ليست لديها القدرة على الكلام لضعف الإدراك، حفز والدها عام 2006 على اختراع برنامج يساعدها في التعبير اللفظي وللذين لا يجيدون لغة الإشارة. الحديث مع جوليس ولد من الحاجة الشخصية، حيث لديها إعاقة الكلام بالرغم من قدرتها على السمع، وتعلمت في المدرسة التحدث عن طريق لغة الإشارة، ولكن عندما نذهب إلى أي مناسبة لا أحد يستطيع أن يفهم كيف يتواصل معها بعيدا عن لغة الإشارة. آلية عمل البرنامج تكمن في النقر على الصورة والجهاز يقول الكلمة، وهذا ما دعا أحد شركات البرمجة الإلكترونية أن تعمل على تطويره ليتجاوز مرحلة الاستخدام الفردي التي كانت تقتصر على 3000 كلمة فقط، ليصبح الآن في جعبته أكثر من 100,000 من الكلمات والصور، ويعتمد عليه في مناهج تعليمية لهذه الفئة ليصبح من البرامج الأساسية. ما نقوم به الاستفادة من الصور، ويعني ذلك أننا نقوم في البداية بتركهم يعبرون عن الصورة، مثلا أن يقول البيت الأحمر، بعد ذلك نقوم بمساعدتهم في تكوين الجملة كونهم لا يستطيعون التحكم بجميع العناصر إلى أن يأتي أحد لمساعدتهم. البرنامج يمول بنسبة 70% من التبرعات، ودائما يظل بحث القائمين عليه مستمرا بسبل عدة لتطويره، لأنه لا يقتصر استخدامه فقط على صغار السن، بل يفتح بابا من الأمل لمن تجاوز عمره 50 عاما وظل محروما من نعمة التعبير والتواصل، خصوصا مع الازدهار التاريخي الذي تحظى به وسائط التواصل. تهاني الجهني، العربية.